بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الآلية الصف الثالث المتوسط في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة العلوم. اليوم إن شاء الله نكمل المراجعة معا ونقوم بمراجعة الفصل العاشر معا في صفحة 131. أتيني طبعا خريطة مفاهيم بيقارن فيها بين قوانين نيوتن في الحركة. القانون الثاني لنيوتن، هذا القانون كان ينص على أن القوة المحصلة بتساوي الكتلة مضروبة في التسارع، أو ممكن نقولها بصيغة أخرى التسارع يساوي الكتلة القوة مقسومة على الكتلة. القانون الثالث لنيوتن كان ينص على أن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد أو معاكس له في الاتجاه. القانون الأول لنيوتن كان ينص على أن الجسم الساكن يبقى ساكنا والمتحرك يبقى متحرك بسرعة ثابتة حتى تؤثر فيه قوة تغير من مقدار هذه الحركة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة التالية اللي هي صفحة 132. يعطيني السؤال الأول بيقول ما الفروق بين المفردات في كل مجموعة من المجموعات الآتية: القوة، القصور الذاتي، الوزن. ما هو الفرق بينهما؟ القوة هي عبارة عن دافع أو سحب، أي عملية دافع أو سحب هي عملية قوة أو تسمى قوة. أما القصور الذاتي فهو ممانعة التغير في الحركة، يعني لو جسم ساكن يمانع الحركة، ولو جسم متحرك يمانع السكون. أما الوزن فهو مقدار قوة الجاذبية للجسم، وبالتالي الوزن بيتغير بتغير المكان بتغير مقدار الجاذبية، فجاذبية الجسم داخل الماء يختلف عن جاذبية الجاذبية التي يتعرض لها الجسم على اليابسة، تختلف عن الجاذبية التي يتعرض لها الجسم على سطح القمر. السؤال الثاني بيقول ما وجه الاختلاف بين القانون الأول لنيوتن والقانون الثالث لنيوتن في الحركة؟ القانون الأول لنيوتن يوضح أن الجسم قصور ذاتي، أما القانون الثالث لنيوتن يوضح أن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. السؤال الثالث بيقول وضح العلاقة بين الاحتكاك والقوة. العلاقة تشمل معناها تشابه أو اختلاف. فبيقول إن العلاقة بين الاحتكاك والقوة أن الاحتكاك شكل من أشكال القوة، يعني كلاهما قوة، سواء كانت الاحتكاك أو قوة فكلاهما قوة. السؤال الرابع بيقول وضح العلاقة بين القوة المحصلة والقوة المتزنة. القوة المحصلة هي عبارة عن مجموع كل القوة المؤثرة في الجسم، كل القوة التي تؤثر في الجسم هذه بنسميها قوة محصلة. أما القوة المتزنة فهي تعتبر شكل من أشكال القوة المحصلة، وفيها بتكون القوة المحصلة بتساوي صفر، يعني لو جسم بيتعرض لقوتين كلاهما تساوي 5 نيوتن بس في اتجاهين متعاكسين، تمام؟ إذن دي قوة متزنة، الجسم لن يغير من حالته، وتعتبر مجموعة هاتين القوتين معا بسميها قوة محصلة. فالقوة المتزنة العلاقة بينها وبين القوة المحصلة أن القوة المتزنة أحد أشكال القوة المحصلة. العلاقة بين السؤال الخامس بين العلاقة بين الوزن وانعدام الوزن. الوزن هو عبارة عن قوة جذب الأرض للجسم، أما انعدام الجسم فهو انعدام الوزن فهو انعدام القوى المؤثرة في هذا في هذا الجسم. السؤال السادس بيقول وضح العلاقة بين القوى المتزنة والقوى الغير متزنة. القوى المتزنة والقوى الغير متزنة وجه التشابه بين الاثنين إن كلاهما قوة محصلة، ولكن الاختلاف أن في حالة القوة المتزنة لا يحدث تسارع لأن مقدار سرعة أو حالة الجسم لن تتغير، يعني لو كان ساكن يبقى ساكنا وإن كان متحرك بسرعة ثابتة يبقى متحرك بهذه السرعة الثابتة. أما في حالة القوة الغير متزنة هنا يبدأ يتسارع الجسم، تبدأ تتغير حالة الجسم من حالة سكونه إلى حالة حركته، وإن كان متحرك تتغير مقدار سرعته، يعني لا يتحرك بسرعة ثابتة. السؤال السابع بيقول وضح العلاقة بين الاحتكاك والوزن. الاحتكاك هي عبارة عن قوة معاكسة لاتجاه حركة الجسم، فهي قوة. الوزن هو عبارة عن قوة الجاذبية للأرض. العلاقة بينهم التشابه أن كلاهما قوة، ولكن اختلاف طبعا أن الاحتكاك بيكون قوة معاكسة لاتجاه حركة الجسم، أما الوزن فبيكون طبعا وزنك على الارض قوة جاذب الارض جسمك، يعني تقريبا انت في اتجاه القوة او القوة بتكون في اتجاه حركة الجسم. السؤال الثامن بيقول وضح العلاقة بين القانون الاول لنيوتن
وضح العلاقة بين القانون الأول لنيوتن والقانون الثاني لنيوتن في الحرب. هنجد أن القانون الأول لنيوتن بيوضح أن للجسم قصور ذاتي، أما القانون الثاني لنيوتن فبيوضح لي تسارع وكيف يتم حساب تسارع الجسم من خلال معرفة القوى المؤثرة في الجسم وكتلة هذا الجسم. طيب العلاقة، العلاقة أن كلاهما أيضا بيعتمد على كتلة الجسم. في حالة قياس القصور الذاتي لجسم يزداد القصور الذاتي بزيادة الكتلة، وفي حالة القانون الثاني لنيوتن هنجد أن التسارع بيقل في حالة زيادة كتلة الجسم وبيزداد في حالة زيادة وبيزداد في حالة كتلة الكتلة بتاع الجسم، لأن التسارع هنا بيتناسب تناسب عكسي مع كتلة الجسم. السؤال التاسع بيقول وضح العلاقة بين الاحتكاك والقوة غير المتزنة. الاحتكاك عبارة عن قوة لكنها قوة معاكسة لاتجاه حركة الجسم، أما القوة غير المتزنة فهي تعمل على تسارع الجسم. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان الاحتكاك بيعمل على تبطيء حركة الجسم، ابطاء من حركة الجسم، اما القوة غير متزنة فقد تؤدي الى الابطاء من سرعة الجسم وقد تؤدي من زيادة سرعة الجسم، يعني كلاهما يؤثر في حركة الاجسام. السؤال العاشر بيقول العلاقة بين القوة المحصلة والقانون الثالث لنيوتن. القوى المحصلة قلنا هي مجموع القوى المؤثرة في الجسم، وقد تكون هذه القوى المحصلة متزنة أو تكون غير متزنة. أما القانون الثالث لنيوتن فبيقول إن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ننتقل للسؤال 11 واختار من متعدد. يقول ما الذي يتغير عندما تؤثر قوى غير متزنة في جسم؟ ما إيه اللي بيتغير لما يكون في قوة غير متزنة تؤثر في جسم؟ هل كتلة الجسم تتغير أم القصور الذاتي أم الحركة أم الوزن؟ طبعا لما بتؤثر قوة غير متزنة في جسم بيؤدي إلى تغير حركة هذا الجسم. السؤال الثاني عشر بيقول أي مات يبطئ انزلاق كتاب على سطح طاولة؟ احنا أخذنا طبعا أن أشكال الانزلاق أشكال الاحتكاك ثلاثة، في احتكاك سكوني ده العقب الأجسام الساكنة، في احتكاك انزلاقي اللي هو انزلاق أجسام على أسطح ملساء، او في احتكاك اللي هو تدحرجي اللي هو بيكون يتضمن دوران جسم فوق جسم اخر، وطبعا في الجاذبيه اللي هي متعلقه طبعا باختلاف بتختلف باختلاف مكان في الكره الارضيه، وفي القصور الذاتي اللي متعلق طبعا بمقدار كتله الجسم. ايه اللي بيؤثر على انزلاق كتاب على سطح طاوله؟ طبعا واضح الاحتكاك الانزلاقي. السؤال الثالث عشر بيقول إذا كنت راكبا دراجة ففي أي الحالات الآتية تكون القوة المؤثرة في الدراجة متزنة؟ إمتى تكون القوة متزنة؟ عندما تتسارع بدل المتزنة والتسارع ما فيش أي تشابه، ما فيش أي علاقة، يعني في تسارع يبقى لا، بدل التسارع يبقى ما فيش قوة متزنة، يبقى الفقرة الأولى من الخيارات طبعا غير صحيح. بقى عندما تنعطف، تنعطف أيضا معناه تسارع، يعني تغيرت اتجاه. عندما تتباطأ الدراجة هذا يعتبر تسارع، أدي لتسارع سالب يبقى تسارع موجب، انعطاف تغير يعني تسارع، تسارع سالب تباطؤ، يبقى آخر واحدة ده اللي هي عندما تتحرك بسرعة ثابتة دي معناها أنك تتعرض لسرعة لقوة متزنة. السؤال الرابع عشر بيقول إذا قام طالبان بدفع الصندوق من اليسار الى اليمين مجموعهم كام؟ 15 نيوتن، في حين دفع طالب واحد من اليمين الى اليسار قوته كام؟ 20 نيوتن، قوته هو اكبر من مجموع قوتهم هما الاثنين، فباي اتجاه يتحرك الصندوق؟ نلاحظ هنا ان هما بيدفعوا من الايه؟ من اليسار الى اليمين، هو بيدفع من اليمين الى اليسار، يبقى اذا هنا هيكون اتجاه التحرك للصندوق الى اليسار. السؤال الخامس عشر بيقول أي مما يلي يمثل وحدة نيوتن؟ النيوتن هي وحدة قياس القوة، طب القوة بتساوي إيه؟ إيه يعني نحب أقيسكم، القوة بتساوي إيه؟ القوة بتساوي طبعًا كتلة الجسم مضروبة في تسارع هذا الجسم،
طيب الكتلة بتقاس بوحدة الايه؟ كيلو جرام. طيب التسارع بيقاس بوحدة ايه؟ متر على الثانية تربيع. يبقى اذا اقدر اقول ان نيوتن بيساوي كيلو جرام مضروبا في متر على الثانية تربيع. السؤال السادس عشر بيقول اي مماتي دافع او سحب؟ دافع او سحب يبقى القوة. السؤال السابع عشر بيقول في اي اتجاه يتسارع جسم تؤثر فيه قوة محصلة؟ طبعا بيكون في اتجاه هذه القوة. انت مثلا عندك جسم بيتحرك ثم اعطيت لهذا الجسم قوة تمام في اتجاه ما، هذا الجسم طبعا هيتحرك في نفس اتجاه القوة التي اعطيتها لهذا الجسم، يبقى في اتجاه القوة. في صفحة 134 مع الاختبار مقنن، سؤال أول بيقول ما الكمية التي تساوي حاصل قسمة المسافة المقطوعة على الزمن؟ قلنا اللي بيساوي المسافة على الزمن هو مين؟ السرعة. السؤال الثاني يقول ينتشر الصوت بسرعة 330 متر على الثانية، دي السرعة. ما الزمن اللازم لسماع صوت رعد إذا قطع مسافة 1485 متر؟ هو هنا في المسألة عاتيني السرعة وعاتيني المسافة، مطلوب حساب الزمن. من قانون حساب السرعة أن السرعة بتساوي المسافة مقسومة على الزمن. يبقى إذن الزمن هيساوي المسافة مقسومة على السرعة. فإحنا لو قسمنا المسافة اللي هي 1485 مقسومة على السرعة اللي هي 330 هيطلع لي طبعا الزمن بإيه؟ 4.5 يعني 4.5، يبقى 4.5 ثانية، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو 4.5 ثانية. بيقول استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال الثالث والرابع. السؤال الثالث بيقول في أي الفترات الزمنية كانت السرعة المتوسطة أكبر؟ لاحظ المسافة اللي قطعتها الكرة في فترة زمنية أقل كانت من صفر إلى واحد، يبقى ما بين الصفر وواحد ثاني. السؤال الرابع بيقول ما السرعة المتوسطة للكرة؟ أنا قلت عشان أجيب السرعة المتوسطة آخد مجموع السرعات كلها وآخد طبعا المسافة المقطوعة الكلية على الزمن. المسافة المقطوعة الكلية كام؟ 3 مقسومة على الزمن بكام؟ 4. 3 قسمة 4 يطلع بكام؟ 75% متر على الثانية. السؤال الخامس بيقول في اي مماياتي يحدث عندما يتسارع الجسم؟ قلت لك ان التسارع بيحدث في ثلاث حالات، يا اما زياده سرعه، يا اما نقصان او تباطؤ يعني بسرعه، او تغيير اتجاه. فبيقول لي تتزايد سرعته، يتغير اتجاه حركته، تتناقص سرعته. طبعا جميع ما سبق يبقى الاجابات الثلاثه صح، يبقى ناخد جميع ما سبق. السؤال السادس عطيني طبعا رسم بيقول ما التسارع في الفترة من صفر إلى اثنين ثاني؟ فين الصفر؟ هنا الصفر. اثنين هنا اثنين، كان بمقدار كام؟ نشوف سرعة الجسم أو التغير في السرعة كان بمقدار قد إيه؟ طبعا لحساب التسارع بطبق القانون اللي بيقول السرعه الابتدائيه السرعه النهائيه منقوص منها السرعه الابتدائيه مقسوما على الزمن بالثاني. لاحظ عندك هنا كانت السرعه النهائيه كانت بكام؟ كانت ب 10. السرعه الابتدائيه كانت بكام؟ بصفر. الزمن كام؟ 2. يبقى نقول 10 ناقص صفر مقسوما على 2، يعني 10 قسمه 2 تطلع معايا بكام؟ تطلع ب 5 متر على الثانيه تربيع. سؤال رقم 7 بيقول في أي الفترات الزمنية كانت سرعة الجسم منتظمة؟ يعني التسارع كان التسارع كان إيه؟ كان صفر. تعال نشوف مع بعض، التسارع صفر أو لا يوجد تسارع يبقى الخط مستقيم أو الخط أفقي من 2 إلى 4، يبقى الفترة ما بين 2 إلى 4 ثانية. السؤال الثامن بيقول ما التسارع في الفترة الزمنية من 4 إلى 6 ثانية؟ طبعا لو شفنا طبعا من 4 إلى 6 ثانية، 4 كان الزمن بكام؟
من 4 إلى 6، الزمن مجموعه كام ثانية؟ 2 ثانية، 1 2. طيب كانت السرعة بكام؟ كانت السرعة ب10. طيب وعند الستة كانت السرعة بكام؟ ب4. يبقى أنا أشوف السرعة الابتدائية عندي والسرعة النهائية، السرعة النهائية كانت بكام عندي اللي أنا وصلت لها عند 6؟ 4. طيب ناقص الإيه؟ ال10. تمام، يبقى أنا أقول 4 ناقص 10، 4 ناقص 10 بكام؟ هيبقى بسالب 6. سالب 6 أقسمها على 2 تطلع معايا بكام؟ بسالب 3. يبقى إذن كان التسارع هنا بسالب 3 متر على الثانية تربيع، يبقى الاختيار رقم د اللي هو سالب 3 متر على الثانية تربيع، وده يعتبر تسارع سالب لأنه تباطؤ في سرعة الإيه؟ الجسم. السؤال التاسع بيقول فيه: سقطت تمرة عن نخلة وتسارعت بمقدار 9.8 متر على الثانية تربيع، فلمست الأرض بعد 1.5 ثانية، ما السرعة التي لامست بها التمرة الأرض؟ طبعا في الثانية الأولى كان تسارع 9.8، طيب والنصف ثانية الباقي تسارع بكام؟ اخد نصف هذا التسارع اللي هو 9.8، هنشوف هيطلع معانا النصف بكام، هيطلع تقريبا ب 4.9. تمام، يبقى 0.7. هنجمع طبعا 9.8 ونجمع عليها مقدار نصف 9.8، شوف هيطلع معانا التسارع بكام. نقدر نقول 9.8 مضروبة في 1.5، هيطلع معايا طبعا ب 14.7، بس انا بقيس طبعا سرعة بالمتر على الثانية، يبقى الناتج معايا 14.7 متر على الثانية، يبقى دي هي الايه؟ السرعة اللي لامست بها التمرة الأرض. السؤال العاشر بيقول: أي الأوصاف الآتية لقوة الجاذبية غير صحيحة؟ تعتمد على كتلة كل من الجسمين؟ ولا احنا بنقول غير صحيحة؟ ولا قوة التنافر؟ ولا تعتمد على المسافة بين الجسمين؟ ولا توجد بين جميع الأجسام؟ أولا الجاذبية بتعتمد على كتلة الجسمين وتعتمد على المسافة بين الجسمين، وأيضا الجاذبية توجد في جميع الأجسام، يبقى إذا الشيء الغير صحيح بالنسبة للجاذبية هو قوة التنافر. السؤال الحادي عشر في صفحة 135 بيقول: ما مقدار تسارع الجسم؟ التسارع علشان احسبه انا عندي قوة وعندي كتلة، لازما اقول ان التسارع بيساوي القوة مقسوما على الكتلة. طب هو عطيني هنا قاف واحد وقاف اثنين، يبقى انا لازما اطلع محصول القوة او القوة المحصلة. هطرح القوة 12 من 1.2 هيطلع معايا 10.8، ده هدفه ايه؟ هدفه ان انا اطلع القوة المحصلة. انا كده حصلت على القوة، بعد كده اخد القوة اقسمها على كتلة الجسم عشان احصل على مقدار التسارع. 10.8 مقسومة على 2.5 هيطلع معايا 4.32، يعني تقريبا 4.3 متر على الثانية تربيع، يبقى الاجابة باء هي الاجابة الصحيحة اللي هي 4.3 متر على الثانية تربيع، يبقى ده هو التسارع. أي الأجسام السابقة له أكبر تسارع إذا قمت بدفع بقوة 8.2 نيوتن؟ طبعا أنا بديهيا كلما كانت مقدار المقام أقل كلما كانت القيمة أكبر، فأنا طبعا أبحث في هذه الأشياء كلها أي الأشياء كتلته أقل. طبعا المسطرة اللي هي 25، يبقى إذا اللي يكون تسارعه أكبر إذا دفع بقوة 8.2 اللي هو الإيه؟ المسطرة.
لهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا شرح مراجعة الفصل العاشر مع الاختبار المقنن. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتساب والتليجرام. تعليمنا مستمر بهمتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.